بمناسبة تخصيص عام 2018 لذوي القدرات الخاصة من متحد الإعاقة، اهتمت الدولة بكل الذين يعانون من إعاقات مختلفة. نحاول استعراض بعض النماذج الملهمة من ذوي القدرات الخاصة الذين نجحوا في مجالات وتخصصات مختلفة. جدير بالذكر فقط أن العام الجاري عام 2018 كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلنه عام متحدي الإعاقة من ذوي القدرات الخاصة. سنحاول تسليط الضوء على أبرز احتياجاتهم ومتطلباتهم خلال المرحلة المقبلة في ضوء قانون الأشخاص ذوي القدرات الخاصة من متحدي الإعاقة، والذي تم إقراره والموافقة عليه من البرلمان، مع ضيفنا النائب خالد حنفي عضو مجلس النواب. سيادة النائب، أهلا وسهلا بحضرتك، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا على الهواء مباشرة. هل وفى هذا القانون الذي صدر عن مجلس النواب بمتطلبات ذوي القدرات الخاصة من متحدي الإعاقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين عبر قناة أون لايف. حضرتك، القانون الذي صدر من مجلس النواب مؤخرا بالفعل يعتبر نقلة نوعية في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة بالطبع، لأنه يعالج الكثير من المشكلات التي عانى منها الأشخاص ذوي الإعاقة على مدى عقود طويلة من الزمن في ظل إهمال وتهميش واضح من جانب الدولة في العهود البائتة والعهود السابقة. هذا القانون في الحقيقة جاء بعد سنوات طويلة من النضال والكفاح من قبل نشطاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، من قبل منظمات المجتمع المدني المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، من قبل المجلس القومي لشؤون الإعاقة، لكي يكون هذا القانون بكورة هذا العمل المضني طوال هذه السنوات الطويلة، لكي يخرج هذا القانون معالجا للكثير جدا من المشاكل التي يعاني منها الأشخاص ذوي الإعاقة. دكتور خالد، ما هي أبرز متطلبات الأشخاص ذوي القدرات الخاصة من متحدي الإعاقة، وترى أن القانون الحالي أو الجديد وفى بها؟ في الحقيقة هناك مجموعة من المتطلبات جاءت في هذا القانون كما ذكرت، بناء على المشاكل التي عانى منها الأشخاص ذوي الإعاقة. يمكن يأتي في مقدمة هذه المتطلبات أو هذه الحقوق بمعنى أصح تفعيل نسبة 5%. نعلم جميعا أن القانون القديم، القانون رقم 39 لسنة 1975 الخاص بتأهيل المعوقين، تضمن نسبة 5%، ولكن بمرور الزمن أصبحت هذه النسبة غير مفعلة نظرا لعدم رضعية العقوبة الواردة في هذا القانون، لأنها كانت غرامة 100 جنيه فقط. فلسفة القانون الجديد الحقيقة بنيت على يعني توجه جديد. أولا، تفعيل نسبة 5% في القطاع الأعمال العام، وأيضا تشجيع أصحاب الأعمال على تشغيل نسبة أكبر من نسبة 5% الواردة في القانون، وإعطائهم حوافز ضريبية وتشجيعات أخرى. أيضا في المقابل وضع عقوبات رادعة تصل إلى الحبس في حالة عدم التزام أصحاب الأعمال بتفعيل نسبة 5% في هذه الحالة. أيضا من ضمن المشكلات التي عالجها القانون مشكلة الجمع بين الراتب والمعاش للأشخاص ذوي الإعاقة، إذ سمح القانون للشخص ذي الإعاقة بالجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة عن الأزواج أو الوالدين بدون حدود قصوى، وأيضا في حالة ما إذا كان الشخص ذو الإعاقة يعمل بإحدى الجهات يجوز له الجمع بين المعاشين وما يتقاضاه من أجر مقابل العمل. أيضا موضوع السيارات الخاصة بذوي الإعاقة، إذ أنه كان مقصور هذا الحق، الإعفاء الجمركي كان مقصورا على الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وكان هذا الإعفاء الجمركي يعني ضئيل القيمة، آخر قيمة له كانت 20,000 جنيه من قيمة السيارة. القانون الجديد منح الإعفاء أولا لكل الأشخاص ذوي الإعاقة بغض النظر عن نوع الإعاقة، أيضا الإعفاء الجمركي والضريبي أصبح إعفاء كاملا من كافة الضرائب والجمارك على السيارات التي يستخدمها الأشخاص ذوي الإعاقة في تنقلاتهم إذا كانوا يستعملونها استعمالا شخصيا. أيضا الأجهزة التعويضية ووسائل التقنيات المساعدة التي يستخدمها الأشخاص ذوي الإعاقة في حياتهم اليومية، ودعني
أضرب لذلك مثلا كالكراسي المتحركة، نعم، أو العصي البيضاء التي يستخدمها الأشخاص ذوي الإعاقة في حركتهم، أو الأجهزة الناطقة لذوي الإعاقة البصرية أو الأجهزة السمعية أو الأجهزة التي تخاطب الإخوة ذوي الإعاقة السمعية. كل هذه الأجهزة إذا قام باستيرادها أحد الأشخاص ذوي الإعاقة لاستخدامه الشخصي ستكون معفية أيضا من الضرائب والجمارك، وأيضا وذلك بناء على طلب الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم. هناك الحقيقة مجموعة كثيرة من الحقوق واردة في القانون في كافة المجالات، يأتي ذلك تفعيلا لنص المادة 81 من الدستور التي تنص على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، وهذه أيضا نقطة جديدة في القانون. أنا قبل الوصول إلى هذه الجزئية، لأني كنت أود أن أسأل حضرتك أصلا دكتور خالد عن فلسفة أو تعريف متحد الإعاقة من ذوي القدرات الخاصة، هل هناك معايير يتم على أساسها الوصول إلى هذا التعريف وبالتالي وصلنا إليه في هذا القانون؟ لكن قبل ذلك حضرتك أشرت إلى بعض التحديات السياسية، ونحن مقبلون على الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويبدو أن هناك التزاما وإن لم يكن قانونيا لكنه على الأقل وفي حده الأدنى سيكون التزاما أخلاقيا على الرئيس القادم أيا كان أن يتم عام 2018 باعتباره عام متحد الإعاقة من ذوي القدرات الخاصة. ما الذي تنشدونه من الرئيس القادم دكتور خالد؟ في الحقيقة يعني اسمح لي في البداية أشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرته الجيدة باعتبار عام 2018 هو عام للأشخاص ذوي الإعاقة على غرار عام المرأة وعام الشباب. أتمنى أن لا يقتصر هذا العام على مجرد المؤتمرات وما إلى ذلك، وأن نبدأ بالفعل أو تبدأ بالفعل كافة أجهزة الدولة في تفعيل القانون الذي أشرت إليه سعادتك في البداية واللي بنتحدث عنه. أيضا يتم الإسراع في إنجاز اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث تخرج بما يليق بالأشخاص ذوي الإعاقة كفئة من فئات المجتمع المصري، فئة من فئات المجتمع المصري، وبما يحقق لهم التيسير في الحصول على كافة الحقوق الواردة في هذا القانون. أيضا فيما يخص الخطط القومية، نتمنى أن يكون للأشخاص ذوي الإعاقة دور بارز في كافة الخطط والاستراتيجيات القومية التي تعنى بكافة مناحي الحياة، في المشروعات القومية، في الزراعة، في الصناعة، في التجارة، في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يكون لهم نصيب من هذه المشروعات. أيضا يعني هناك الكثير والكثير من الجوانب. في التعليم لابد من وضع خطة قومية للنهوض بالتعليم بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، لأن من ينال حظهم من التعليم من الأشخاص ذوي الإعاقة لا تزيد نسبتهم عن 3%. تخيل حضرتك أن 97% من الأشخاص ذوي الإعاقة لا يحصلون على حقهم في التعليم، وهذه نسبة كبيرة جدا. حضرتك تتحدث عن إحصاء رقمي دقيق دكتور خالد، 3% فقط من متحد الإعاقة ينالون حظهم من التعليم؟ هذه حقيقة بالفعل للأسف الشديد، وهذا بناء على إحصاءات وزارة التربية والتعليم ذاتها. يعني أنا لم آتي بهذا الرقم من عندياتي كما يقولون، ولكن هو بالفعل رقم يعني الرقم أعلنته وزارة التربية والتعليم، في حين أن الأشخاص ذوي الإعاقة نسبتهم تصل إلى ما يقرب من 13% طبقا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تعداد 2017. إذن هناك فجوة كبيرة جدا، هناك مشكلة كبيرة في مجال التعليم. في مجال العمل أيضا هناك مشكلة كبيرة، إذ أن هناك عدد كبير جدا من الأشخاص ذوي الإعاقة لا يحصلون على حقهم في العمل، وأن من يحصل على حقه في العمل خصوصا أو خاصة في الجهات الحكومية هم الأكبر سنا، وبالتالي هناك ظلم للفئات الأصغر سنا من الشباب وغيرهم، وبالتالي هذه أيضا مشكلة تحتاج إلى إيجاد حلول لها على الأرض من خلال تشجيع الشباب ذوي الإعاقة على يعني فتح مشروعات صغيرة ومتوسطة متناهية الصغر. وأعتقد أن هذا سيساعد الدولة أيضا بطريقة غير مباشرة على علاج مشكلة البطالة التي نمر بها في الآونة الحالية. أيضا هناك مشكلة مشاكل التعليم الجامعي و
قصر التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة على مجموعة محددة من الكليات، وهذه أيضا تحتاج إلى تطوير في المناهج التعليمية وفي الوسائل التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة. ودعني هنا أتحدث عن معاهدة دولية طلبت مصر أو طلبت الحكومة بالتوقيع عليها، وبالفعل مجلس النواب أحال هذه المعاهدة إلى الحكومة لإتمام الإجراءات التنفيذية للتوقيع على هذه المعاهدة. إنها معاهدة مراكش لتيسير نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وغيرهم من ذوي الإعاقة. النقطة الأخيرة، أيا كان المجموع الذي يتحصل عليه الطالب من ذوي القدرات الخاصة من متحدي الإعاقة في الثانوية العامة، هو يكون محصورا فقط بين عدد محدود من الكليات حسب ما فهمت من حضرتك؟ لا، خلينا نفرق بين أمرين. نعم. حضرتك، الأمر الأول إذا كان يحصل على مجموع الكلية التي يريد الالتحاق بها، نضرب لذلك مثلا إذا كان هناك طالب حصل على مجموع يؤهله إلى الالتحاق بكلية الإعلام أو كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، فما المانع لأن يلتحق بهذه الكلية؟ هناك عوائق وهناك بعض يعني ما يسمى بعدم الوعي لدى بعض أساتذة الجامعة تعرق الالتحاق هذا الطالب بالكلية، في حين أن ذلك أمر يعني من حق الطالب طالما أنه حصل على هذا المجموع الذي يؤهله الالتحاق بالكلية التي يريد الالتحاق بها. تعرقل دي دكتور خالد سلوك فردي من قبل البعض، ولا هناك نصوص تحول دون وصول هذه الشريحة إلى هذه الكليات؟ بناء على القانون الجديد أصبحت هذه المشكلة محلولة، ولكن هناك البعض الذي يحول دون ذلك. هذا بالإضافة إلى أن بعض الكليات بدأت تتحجج بأن الدراسة بها تحتاج إلى أمور عملية مما يعيق التحاق الطالب بها. على سبيل المثال جاءتني شكوى، دعني أذكرها لسيادتك، أن جاءني طالب يقول أن كلية الآداب قسم تاريخ، وهذه من الأقسام التي كانت تقبل الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كبير جدا، فوجئ عندما تقدمه للحصول على الماجستير، إذن هو حاصل على الليسانس ومع ذلك رفض طلب بإتمام دراسة الماجستير، وهذا يحدث في جامعة عين شمس. نعم. وأقولها صراحة. نعم. عبر هذا البرنامج أن جامعة عين شمس تمنع الطلبة من إتمام دراسة الدراسات العليا، الطلبة ذوي الإعاقة في قسم الأداب في كلية الأداب قسم التاريخ وغيرها من الأقسام. هناك كلية الأداب قسم علم النفس في جامعة كفر الشيخ امتنعت عن استقبال طالب من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية لديها. طيب دكتور خالد، يعني كان أولى بنا إذا طرحت هذه الجزئية في وقت باكر من هذا النقاش أن نستطلع آراء أولئك الذين وردت أسماءهم أو تخصصاتهم حتى لا نقع في شراك أخذ الأمر على عواهنه. أنا أعتذر من حضرتك على المقاطعة، وأعتذر كذلك لأني وعدت حضرتك بالتطرق إلى مسألة إيجاد تعريف منضبط لمن هم الأشخاص متحدي الإعاقة من ذوي القدرات الخاصة حسبما أبانهم هذا القانون، لكن على الأرجح ستكون مؤجلة إلى نقاشات لاحقة. أشكر حضرتك شكرا جزيلا. الدكتور خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، منضما إلينا على الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لحضرتك. لازلنا إذن مع حضراتكم في إطار هذه النافذة التي تابعنا خلالها جملة من التطورات الجارية على المحيط الداخلي، سواء كانت تلك المرتبطة بالسباق الرئاسي أو بحقوق الأشخاص من ذوي القدرات الخاصة من متحدي الإعاقة.